السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله جيت نوريكم واحد المشكلة اللي كيكون عند بعض الناس فاش كيبغيو يركبوا شي روبيني في الحمام ديالهم وكيكون الحيط مزلج أو بلا ما يكون مزلج. المهم كيكون هاد المشكلة اللي أنت كتكون الكود كيكون كيجي غارق، كيجي تقريبا غارق واحد 3 سنتيم ولا 4 كما كتشوفوا هنايا. يعني ملي كتجي تركب شي روبيني كيما بغا يكون مثلا بحال هذا كتجي تركبو مكيجي مكيبغيش يركب حتاش كيكون غارق. هاد الحاله هادي كنستعملوا هاد البياسه هادي. هاد البياسه اسمها راكورميكس مال فيميل، حنا كنسميوها راكورميكس ولكن كل واحد كيفاش كيسميها. هاد البياسه هادي هي اللي كتخلينا باش كيخرج شويه الفلتاج كما كتشوفوا هنايا. ملي كنجيو بحال هكا كتجينا خارجه شويه ما كتبقاش غارقه. انا غندير لكم في الروبيني وغتشوفوا كيفاش غادي تجي. هانتوما كتشوفوا هي هادي كنديروها هنا فكا باش كيجي دابا كيجينا ساهل باش يركب الروبين ما كيبقاش غارق. هانتوما كتشوفوا كنجي كنديروا بحال هكا هي كنركبوها هنايا كنحاولوا نديروا هنا الفيلاس ما كنديروش الطيفون حيت كتكون غارقه ما كنعرفوش واش نضغط الطيفون غير كيمشي فاش كتبقى تزير كيقدر يكحس يبقى يقطر. كندير هنا الفيلاس حسن من الطيفلو، كنفضل ندير هنا الفيلاس حسن من الطيفلو في هاد البلاصة باش تكون اونكاستري وسط الحيط. نتوما كتشوفو كنجي كندير هنا بحال هكايا وكنزيرو وكيبقى لنا الفلتر دائما ديالنا خدام خارج على برا مكيبقاش اونكاستري. هانتوما كتشوفو ها هو جا مزيان كيجي الفيلطاج هنايا كتبدلو عندنا فين نركبو الفيكسيبل ديالنا الروبين اللي حنا ركبناه. هادي هي الطريقة اللي كنديرو كيما قلتلكم كنستعملو هاد البيسة هادي راكورميكس. وهادي اللي كتستعمل تما ممكن تستعملها مثلا إلا كانت شي حاجة ما وصلكش مثلا من الفوق شي فيكسيبل وما كيوصلش القصير ممكن ديرها ممكن دوبل جوج وكاين فيها الصغيرة القصيرة وكاين الطويلة على شوية. يعني كاين فيها ثلاثة ديال الأنواع كاينة القصيرة والموين والطويلة. يعني اللي بغيتي ممكن تستعملها نتا اللي غتعرف شنو خاصك دير. وإلا كان مثلا ما بغيتيش عندك دير جوج من هادو. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الموضوع هذا متبخلوش علينا بالتعليق ديالكم. أي سؤال مرحبا بكم نتلاقاو في موضوع آخر إن شاء الله. مع السلامة.